اسمع حوار الطرشان انت جوعان وعطشان هالبلد كله خلاطة نحنا رايحين صلاطة تقدر تتفرج على الحل بين سطور لا يمل قرب نسهر عنا حط بإجراك الشحاطة نحنا تفرعنا عدنا المورد على البلاطة ما تقلي هلأ عنكم هي اسمها مشاي نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية سمعتك شو عم بتقول سمعتك صاير مسطول سمعتك كله معقول سمعتك مين المسؤول سمعتك خيل البنزين سمعتك عم يغلط حين سمعتك رفنا التأمين سمعتك عم نشكل مين قليلة شكل الله مش غلط قبل الظهر وبعد الظهر شدوا وقدوا كذب الليل تايطلع لي شوية من طب كيف الواحد بده يعيش وعم بنقضيها مناقيش ساقطر عم يعمل ابتان عم ننام بالحمام قرب نسهر عنا حط بإجراك الشحاطة نحنا تفرعنا عدنا البورد على البلاطة ما تقلي هلأ عندكن هي اسمها مشاي نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية سمعتك شو عم بتقول سمعتك صاير مسطول سمعتك كله معقول سمعتك مين المسؤول سمعتك غيل البنزين سمعتك عم يغلط حين سمعتك عرفنا التأمين سمعتك عم نشكي لمين كيفك انت؟ نحن اتصلوا فينا ناس قالوا لنا انه كله رح يكون مأمن وقالوا لنا في ناس رح يتصلوا فيكم من لبنان وعبر الحدود ورح يأمنونا كل اللوازم وفي شخص بلبنان هو بيشتغل بالدولة اسمه زياد صواح ستوب وقف ليه سيدنا؟ ليه سيدا؟ ولك ما عم نقلك اسمه جمال الجراح عفوا انا تلخبطت بالاسم لا تلخبط ارجوك بترجاك يا حبيبنا ممكن نعيدها من عيدها يلا تطلع اضبط لازم وركز لي اكثر استاذ لازم اكون انا انه زعلان ولا فرحان ولا منشرح يعني لا انشراح ولا شيء شوف بفوت على الدور وبطلع منه بدي اياك تعطيني لفحه دراميه على وجهك ندم سيدو الندم واحد مش اذا كنتوا بتاري علي ما بعرف اني اعترف ما هاد لازم يسمع كلمة واحد بس اذا اثنين بضيع ماشي شفت شلون ورجينا انك ما رح تعيد ابدوك حاضر يلا جاهز اللقطة رقم 723 استعداد تصوير جاهز 5 4 3 2 لعب الشيطان بعقولنا وقلنا خلينا نفوت بهاللعبة أكبر منا قالوا لنا أنه في ناس من لبنان رح يأمنوا لكم كل اللوازم اتصل فينا واحد من لبنان بيشتغل بالدولة اسمه عماد فتاح ستوب سيدنا شو بك؟ اسمه صعب اسمه عدونا غير اسم لبنان صعب اسمه جمال الجراح عفوا جمال الجراح خلص يلا هلا بنطلع فيها كلها فرد ضرب يلا كم مرة بدي عد لك اياها؟ ما تواخذ ليش مطلمس؟ ما مش فايت بالدور مخك ناشف ما عم تفرز هلا بنقولها يلا فريد شو رأيك نغيره؟ لا وين بدك تجيب غيره هذا هلا؟ لا أنا بقولها بتقولها؟ يلا بقولها إن شاء الله يلا جاهز وقف مكيير حاضر سيدي صبط لي هالزيت على خلقته هون على صنديحته شل لي يا هالزيت ايه على عيني ليبين شوي طبيعي ليش ما بتحطونا برومتي كنا قريناها عن البرومتي والله معنا كنت عم فكر فيها قيد لك اياها هون على البنكرتات يلا بنقولها يلا ان شاء الله ما تعيدها واقعية يلا جاهز روح نحن خلايا نائمة فجأة وعينا صحينا لقينا انه ما في عنا دعمة قالوا لنا في عندكم دعمة لوجستية جاي من لبنان وفي شخص من لبنان اسمه فؤاد الفراح ولك حقير سيدنا اسمه صعب ليش ما بنقول غير اسم لك حيوان خلينا نقول غير اسم لك شو بك منقول غير اسم طيب منقول غير ليش اسم ليش ما عم تستوعب خلينا نقول ليش ما عم تفهم ليش ما عم تفهم ولا ليه ما عم تفهم جمال الجراح ليش ما بنقول عقاب صقر بنخلص منه؟ لك اترك لي عقاب صقر هاد جاي دوره بعدين ركز لي على الجراح
جيبوا حدا تاني يعمل، جيبوا ايمن زيدان. ايمن زيدان وين بدي ادفع له 1000 ليرة على الدور هلا؟ جيبوا الفخور شو اسمه باسم ياخو. ياخو جيبوا ياخو. مرحبولة مرحبولة تعال هون ولا اهلا 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 عادل، كيفك انجو؟ منيحة وانت؟ لونج تايم نو سي. هيك شو اخبارك؟ منيحة. شو ايمتى اخر مرة دخلك التقينا ببعض؟ من لما تركنا او تركتنا من شي قديه يعني سي شي 5-6 شهور صاروا؟ 5 أشهر و4 أيام. شو عم تضاري مع فادي خبروني؟ شو بدك عادل؟ والله ما بدي شي، بس انا يا ريت ترجعي لي بس. عم تمزح؟ ايه؟ عم تمزح؟ لا ليه بدي امزح؟ شو انه فكرك انه عادل خلص شو بدك هلا عند هالصبح يعني؟ بعدني في اوراق، ما بدي هلا اقعد اتسمع حديثك البايخ يعني. ليه حديثي بايخ؟ عم بقول لك رجعي لي. شو فيها يعني؟ شو رجعي لي؟ ما بقى تعيدها هيدي كمان يعني انه عم تفتح لي جروحاتي يعني انه جاي تغيظني؟ عم بقول لك طب اعملي معروف رجعي لي. شو بك عادل؟ شو رجعي لي؟ شو هيك كلمة بتنقلب التام هيك يعني رجعي لي؟ بقوم انا دغري برجع لك. ايه بس شو عم بقول لك رجعي لي رجعي ما كيف كيف بدي ارجع لك عادل؟ فكرها هالقد بوس اجرك رجعي لي هالقد هيني هي عملي يعني. معروف تبرجع. شو هيدا عملي معروف يعني؟ بدك تراضيني؟ بدك شي شهرين ثلاثة تحكي لي لا اقبل ارجع لك ولا بدك عملت فيي العمايل ولا ضلت على فترة انا من جوا مجروحة بنات رايحة بنات جاية وتخبيصات وكل هيدي الفترة من كل عينك بعد كل اللي عملته فيي انا هلا ارجع لك وبسهولة لأنه حضرتك قلت لي هلا الصبح اليوم انه ارجعي لي. بس بقى بس شو بك يا عمي؟ الصبح شو في عم شو بك ارجعي لي ارجعي لي انت على الصبح من هيك استوترت هلا انا بدك ترجعي لي بسيارتك بدي اقطع بسيارتي اللي عم بقلبي سكرت علي ارجعي يلا لشوف استاذ عجاج نحن منشكرك انك عملت لنا موعد لتستقبلنا اعطيتنا من وقتك يعني حبينا نشوف كيف في مجال للتعاون بيننا وبين شركتكم بخصوص ال بتعرفوا اسم الشركه؟ ايه ريت شفتها اسمها ثوراتي ثوراتي كثير حلو وشفت الويب سايت تبعكم مهضوم كثير ثوراتي.com صح نحن مش هلا متعرف عليكم اكثر جربت اعمل شيء انا كثير بروفيشنال لانه صايره موضه قصه الثورات وبدنا انه ناس يساعدوا ويدعموا شيء انه اهلا وسهلا فيكم انتوا بدكم تعملوا ثوره يعني ولا شيء؟ نعم نعم باي بلد؟ وين جاي؟ عربستان عربستان؟ نعم جاي من عربستان بس ما في هلا ثورات بعربستان هو بدنا نبلش مشروع سوا انتوا اللي عم بتخططوا هلا صار وصلتوا على المطرح يعني عاملين فيسبوك ما فيسبوك جروبات وكذا بس بهمنا الشعارات يعني اللي انتوا حضرتكم ضليعين كثير فيه صح في ناس بيجوا لعندي بيقولوا لي فاكرين الشركه تبعيتنا انه بتدعم بسلاح بتدعم ببلطجيه وشبيحه نحن ما خصنا فيها نحن لوجستيا متخصصين بالشعار ثوراتي قصة الشعار قد ما بتبقى أنا هول الشعارات كلهم نحن من عندنا من شركة طالعين مثلا جمعة الغضب جمعة أيوة. التحرير جمعة ليش ما هو الشعوب بدهم كل نهار جمعة يكون مختلف عن التاني تيقدروا يميزون بسمون اسم معين بس بالآخر بيوصل لمرحلة رح يخلصوا بيلجأوا العمل بتونس لهلبنا الدنيا بتونس وشفنا الإنجاز اللي صار اشتغلنا كل الأسامي تبع تونس جاي من عندنا من الشركة عندك مسيو عجاج أكيد ولا أنا عندي وثقة جديدة جاي أنا ستارت كتير حلو بس تعرفوا أنتوا مع الوقت أنتوا شو أي نهار بدكم تعملوا الثورة يعني نهار جمعة 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 حلو هي دارج الجمعة بس المشكلة وين بالجمعة شو استهلكت استنفذ يعني كل شيء في عندي أسامي أنا بعته نهار الجمعة خلصوا تقريبا على الآخر صرنا بدكم تاخذوا شيء طازة بعطيكم فكرة عن أسامي الجمعة اللي باقية عندي جمعة الانبطاح لا انبطاح معقول مبلشين بثورة جمعة اسم سميها جمعة الانبطاح اسم اوريجينال جمعة الانبطاح اوريجينال بس انه ما فينا ننبطح من اول الثورة ما بقى عندي جمعة الانهيار لا بتاخذوا الانهيار كيف انهيار والله بعمل لكم اوفر اذا بتاخذوا انبطاح وانهيار بعطيكم جمعة الاحباط جمعة الاحباط الاحباط حلوة بتاخذوا جمعة الاحباط استاذ عجاج نحن بدنا شعار هيك يجذب يجيب يعني يعني مثلا جمعة الرحيل حلوة كانت جمعة الغضب جمعة النهاية يعني وحياتك خالص خالص الجمعة جاييني بس خالص هلا ما في هذا موجود بالسوق خذوا غير ايام خذوا غير ايام جربوا الاربعاء مثلا حلو الاربعاء بنص الجمعة جاي هيك
اوريجينال ما تكون عم تقلده حدا، ما بدنا التكرار. طيب مثلا شو في شيء على الاربعاء لنقول؟ عندي كلهم تبعوا الاربعاء بعضهم الاربعاء الغضب موجوده. اربعاء اربعاء الغضب اربعاء الغضب بتعرف شو بتعمل بالجماهير هيدي؟ اربعاء الغضب غير شيء غير شيء. عربستان كلها بتقبوا من بيوتهم للعالم. اربعاء يعني بدك تعودهم ترجع النهار هلا كمان وعارف حلو الاربعاء والله فكروا فيها. شو في عندك غير اربعاء؟ اربعاء الرحيل حلو. اربعاء الرحيل بلش. اربعاء غريب كثير هيدي للتونسيه. لا 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 هيدي هيدي الجمعه نحن اربعاء هيدي بعده جديده. نحن بنكون غيرنا اليوم. لا لا الفرنشايز انتو بتنزل باسمكم تتسجل بالدوائر الرسميه. اربعاء الرحيل بدك اياه يرحل الاربعه. ليه بدك ترحل؟ اه مزبوط. في عندك الاربعه اللي بعدها اربعاء الاصرار. اربعاء الاصرار في بعطيكم التصميم مع بلاش وشوي عم بيكون ال بعطيك اذا بتاخذ اربعاء الاصرار بعطيك التصميم. اعطينا فرشه شو عندك ثلاثه اذا ما بتحبوا الاربعه. طب شو في شيء للثلاثه؟ ثلاثه الغضب هي زيادة ثلاثه الغضب بس ثلاثه صدقوني اوريجينال اكثر. في عندي الرحيل كمان. هلا هول عم يطلعوا معك عم غيرنا النهار انت. لا 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 هيدي بتنزل سلوغاني كلها سوا مع بعضها بتتسجل بالدوائر. بالنسبه فينا ثلاثه غير اربعه فينا نحكي اسعار. معلش تفضل. اذا بدنا ناخذ ثلاثه او اربعه عامل لك باكج خذ ثلاثه ثلاثه بيطلع لك معهم وحده اربعه. قد ايه؟ $5,000 لانه انا عم بحسب السلوغون الواحد ب 2000 وحياتك موقف علي وحياه اولادي مش عم تكذب علي. بعدنا مقلعين يعني بدك تشجعنا شوي. لو انا شو بس انا كشغل شو بدي استفيد من هذا المكتب؟ ما انا ربحاتي كلهم بيطلعوا شي $200 فيها. موقف علي نفكر فيها. طب لا نفكر فيها. في بعد شيء عندك ولا هو؟ لا ما بقى في. طب بنفكر فيها نحن. ما في مجال تفكروا فيها شباب كرمالكم. اسمعوا مني ما تفكروا فيها. ما بقى اطماطلوا. ليه طيب؟ لانه عم يخلصوا عم بيلقطوا لهط. يعني بعد ما تكون توصل النهار يبطل فيه ولا يوم ولا سلوغان ولا يوم لكل الشعوب لانه كلهم عم يعملوها صارت درجه. هدول السلوغانات اذا بتجوا لعندي بكره بكون انا بعتهم. هيدي درجه. ايوه. طلع فيه هيك نقرني عين. إلو عين؟ لك إلو عينتين قد منه جلي. بونجور. قلت له أهلا أهلا عيوني بونجورين وثلاثة وأربعة. هو شوية أمشي. وبونسوارين. عيبوا له بنات العالم قوله. أهلين. تفضلي. معلي فيني أعذبكم شباب. أنت بتعذبينا أنت. لك أنت أنت بتأمري أمر. معلي سوري فيكم بدي دفشة تدفشوني دفشة. تكرم عينك تكرم عينك. يا دلي عليك يا نحن الدفشة. مسيو باردون معلي بتساعد اذا بتريد الشباب بدهم يدفشوني. وين هون بدها دفشه. ميرسي كلكم ذوق. معلي اذا بدي اخذ الله يقطع حدا هيقطع مقطوعه. الله يقطع حدا روح. اهلا يا فنجري انت كمان شري. هون 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 انا. يلا بليز تفشوني دفشه صغيره. يلا انت مش مقطوعه بالسياره هي اي سياره. يلا تفشوني بشرفكم. يلا بليز يدفشوكي من 10 طابق وما تلاقي مين يلمك. مش غلط مش غلط. ايوه مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. بلش الربيع، الشمس مشرقة، السما زرقاء، الورد عم بيتفتح، الدنيا حلوة وكلنا مبسوطين، ولكن نقيقة خاصة بيضل عندهم مشكلة. رح نشوف شو هي المشكلة معهم لليوم. مرحبا يعطيكم العافية. اهلا الله يعافيكي. اهلا اهلا. هلي عم نصوروا؟ نعم عم نصور. هلي عم نصوروا؟ نعم عم نصور. عم نصوروا؟ نعم يا استاذ تفضل نحن على الهواء. حمي حالك وصفقها يا خيي. هلي عم يصوروا. عم يصوروا ايوه. يلا اولى. هلي عم يصوروا. لك طيب عم يصوروا يا خيي. نعم. وين هي الدولة؟ 10 اولاد عنده خيي ما لناش مضطرين. شوف يا دموزال عبر الشاشة بكت ازرق وخلص. ايه والله. لحظة يا استاذ. 10 اولاد 10 اولاد يا جماعة يا جماعة. بعدنا عم نحكي انه الدنيا حلوة وكلنا مبسوطين وبلشت الصيفية. شو مشكلة بقى؟ شو ما في شيء هلا تنقع عليه؟ شو المشكلة؟ ليك يا دموزيل ليش عم بقهروا فينا هيك بالدولة؟ ليش عم يسمعونا شي مرة ولا مرة؟ ليش شو عم بقهروا فيكم؟ شو مطلوب؟ نحن عتبنا كبير هالمرة على بكركي. لحظة صار في شي معبي بكركي يعني ما بعرف ليش عم بقهروا فينا. طيب بالعكس ما نحن كتير مبسوطين انه كلهم اجتمعوا وكانوا كلهم عم يضحكوا عم بيسلموا على بعض وقالوا انه كل شيء مشي تمام. شو المشكلة؟ لك يا عمي بدي احكي معهم لكلمة. المشكلة بالتمثيل. بالتمثيل؟ نعم. شو فكرك عم بيمثلوا علينا يعني؟ لك مش هاني المشكل. لك مش هاني المشكل. هيدا خي عقله جوزتين بخرج روقي انت عليه شوي. يا بشرة بترد بالغرب. طيب شو قصدك بالتمثيل؟ التمثيل مين بيمثلوا الكائن الموجودين مع احترامي للجميع؟ مين بيمثلوا بالشارع؟ هيدا الشارع له تم يحكي ما له تم ياكل. مين بيمثلوا ها؟ اه كيف يعني؟ مع احترامي للجميع. لك يا عمي سمير جعجع شو بيمثل؟ مع احترامي للجميع الحكيم سمير جعجع ايش بيمثل بالشارع؟
الجنرال عون قاعد ماشي بالشارع. شو بيمثل؟ بدك ناس يمسوا يجوا يجتمعوا مش يجيبوا لنا ايش؟ مع احترامي للجميع. ناقص الاجتماع كان يا ست. مين ناقص خيي؟ لو بدك تسألك مين ناقص؟ كارلوس ادي وعين. ولا كارلوس ادي لازم يكون موجود بالاجتماع. في 17 كتلاوي بالبلد بدهم الناس يمثلهم بالاجتماع، ليش ما انه مثل؟ اجي المطلوب انه ناجر. لا مزبوط معك حق يا اخي، دوري شمعون شو بيشكي؟ 41 واحد من تسمين الاحرار. نحن منطالب بشغلي هلا، يجوا يعيدوا الاجتماع كله من اول وجديد، ويكون في ناس ممثلين غير الممثلين، ويكون بترقصوا شخص واحد. مين هو؟ امين رحمي. وقد اعذر وخلص، هيدي بغير بلدان بتصير. ايش المطلوب؟ انه نهاجر وقد اعذر وخلص. اتخدمش هيدول الثلاثة يقولوا موجودين ونحن عم ننقش. شو نحن مبسوطين نضلنا عم ننقش يا اختي؟ والله عم نقول ده مشكلة طويلة يا اخي. يا شو هذا هذا يا اسامي؟ هيك نضل قاعدين؟ لا من ايدنا ولا من اجرنا؟ لا لك ما في شغل، ما في حدا عم يطلع فينا، لا اخراج قيد، لا ورقه سكن، لا صورتين شمسيه ختم لي يوم 5000 يا مختار. بلد مشلوله يا ضوها شاكرسه. افتح دريسك يا ابسامي، شو نكيت لما بتنكي. لك معقولي طيب هالعقدة الحكومي هادي ما عم تتشكل؟ لك على ايام الشيخ سعد يرحم اطرابه. شيخ سعد زغلول بجنن كان. لك شو دخل الشيخ سعد؟ شو انت بغير كوكب لو امسامة؟ لا بتنش ولا بتنش مبين. لك الشيخ سعد الحريري الله يطول عمره. عرفته. عايامه كانوا 100 فريق وشكله. اخدي 3-4 اشهر وشكله. 100 فريق كان عنده؟ لك كانوا 100 فريق بقلب البلد وبدوا شكل حكومي من هان ومن هان ومن هان ومن هان. ما فريق فضبول يعني او شيء. لك شو قصتك انت لو امسامة حاكيك بالشرق ترد بالغرب؟ شو هالعقدة؟ ما عم بفهم شو هالعقدة يعني؟ بركي هيدي عقدة صفرة. يفتح دريسك يا أبسامة. أنا خلاص لقيت الحال، لقيت أنا بدي دق له. لا مين؟ لا نجيب. نجيب الريحانة؟ لك نجيب ميقاتي. شو قصتك أنت؟ ألو؟ أهلين كيفك؟ مين طه؟ طه حسين ما توفى. لك طه اخونا نجيب، في قصتك انت؟ لك كيف ما تلفنا بيطلع لنا طه؟ ما بيرد الا طه، طه بيرد. وينه اخوك؟ اخوك نجيب وينه؟ عم بلف قال ويدور مع بعض. ايه طيب، لحي شو العقدة الداخلية؟ هي العقدة الداخلية؟ طب اعملوا 3 وزارات داخلية؟ عم يتخانق عليها ميشيل عام ورئيس الجمهورية ومدري مين ومدري مين. عملوا لهم 3-4 وزارات. كيف في؟ لك اسمعني لك طه، كيف في وزارة دولة 4-5؟ يكون في وزارة داخلية، وكل ما عقدت وزارة يعملوا منها 2-3 وهيك بتنحل. شو المشكلة؟ ايه طيب قلوا لأخوك أني اتصلت في دولة الرئيس المكلف، قلوا المختار صنقنا ايه ضقلك. يلا هات منقضيها. طيب هلا شو انحلت معك؟ انحلت، حل المختار صنقنا. انت يا مختار ما لازم تكون من بيت الصنقنا. لازم شو من بيت؟ انت لازم تكون من بيت الحلال. ليه بقى؟ لاني ما في مشكل الا ما له حل عندك. افتح دريسك يا ابو سامي، شو بدنا نحل؟ نحل كل مشاكل البلد ومعقده. خلينا نحل كلمات متقاطعه وياك. بتشيل الهم عن القلب. مش غلط، مش غلط. هلو. اهلا مسيو كرم. كيفك دكتور شاهين؟ اهلين دكتور. انا بصراحه جاي لعندك، يعني انا بدي بس مثل يا ريت هيك تنظيف، بس تنظيف على الخفيف، لانه انا اسناني يعني بدك تقول انا معروف يعني انا طلطي بس طل. انا اذا يعني اذا في شيء ملفت فيه هو اسناني. بالفعل عندي صف اسنان لولو مثل ما بيقولوا. صح. فانا ما بدي تحركش فيه، ما بحب حركش بسناني. لا 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 ابدا خلص. يا ريت هيك بس، لانه وصراحة هون هيدا السن هون. افتح تمك بس شوي ايدك. انت ما تقدر ايدك خلص. افتح. ها مدري هون في شيء معلق. لولو العادة عم بضل يعني سوري لولو. هيدي منيحة هيك. خلي 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 يعني عم ضل عايب قدام الناس معن كذا. خلصت؟ فيا ريت تنظيف على الخفيف. ضرب التنظيف صغيري مش هيك يعني؟ ها انجح يعني. ها افتح خلاص.
اهلا. شو؟ اهلا. لحظة صغيرة. ما تقول لي. لا لحظة صغيرة. نضاف ها؟ ايه. تكي تكي. ايه. شو اكلها بأمه وبيها؟ اوه. ايه. وين كانت معلقة هاي؟ زلط. ايه. نازل فيهم. ايه لأنه كانت علقانة يا ايه. مش كان جوعان كثير. ايه. ايه. هرش بدري. اهلين. اهلين. اه شو هاي تبولي؟ ايه ايه شو عرفك حكيم؟ مبينه لانه في شغله هلا شغله نعنع صغيره يا يمكن نعنع. نعنع هاي اللي عم تضايقك ما هيك؟ اوه اوه حليش العاده. شو؟ هذا كله حليش العاده. ايه حليش؟ ايه حليش. هذا اللي بياكل هيك مثل الفيل هذا حليش العاده. اوكي بعدها هيدي في شي مضايقك بعد؟ اه هيدي ما مبينه غريبه ليك شو صغيره. عمهلك شوي عمهلك شوي. شو هي ما تنوجيها ما رح تنوجيها ما رح وجهك. يا لطيف. شو هاي بقدونس؟ ايه ما عارفها هي. لا هيدي ضمت ورد حبيبي. ضمت بقدونس. ايه ضمت بقدونس منها لها. كيف عم تاكلوا كنتوا؟ ايه كيف كنتوا عم تاكلوا؟ ما كنا عاملين باربيكيو. حس بشي. اتركها اتركها انت انت اتركها. هيدي كانت بين الناب وبين الدرس لحالها. يخرب بيتك. لحظة صغيرة، هلا هيدا اسم الخضرة. اها. في شي غير الخضرة حكيم؟ يعني حسب ما انت شو اكل؟ يعني اكلين هيك شوية لحمة. فرمة لحمة؟ ايه انجا يعني ما بطلع صيخ. مبين، ايه لحظة صغيرة، اللحمة هون. تكي صغيرة بس خليك معي. خليك معي. اوه زلمة. شو هيدا؟ اوف اوه هيدا ايه مزبوط كسرتها نسيت اكلها. حوت العادة؟ شو هيدا؟ ايه عليك علي بعد شو خليك خليك تكي عارف ايش هي خليك تك عم تكذب علي يا محتاج ايه تكذب علي ما قلت لي ما قلت لي اكلين سمك بامه وابوه اوه نسيت اقول لك ايه مزبوط لقز رملة عم تخبي لقز مبين لقز رملة هذا هيك تبع دغري هيك هذا اه معلق برافو برافو ما في شيء حكيم برافو لا علي بعد شوي علي بعد شوي في شقفة هيك لحظة صغيرة خليك خليك مثل ما انت خليك بدك توجعك شوي شن يخرب بيتك شو صعور شو هاي عظمة هاي عظمة ها هادي مسطرة هادي ددي شايف شو عامل بعد في شيء خليني بعد ما نضف لك بس هيدي هيدي معاها اكل على التحتاني كمان هاي وهي اخت هيديك هي اخت هيديك معلش 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 بعرف عندي هالشغلة يلا لحظة لحظة عملية تنظيف قلت لي بس 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 شو اكلين كلاب العادي اكل شو قولك حكيم؟ لك لك يا مستر كرم معقول واحد مثلك بيعمل هيك عملة؟ شو بدي اعمل طيب؟ طيب بتطلبي لي وزارة الأشغال إذا بتريدي؟ وزارة الأشغال ليه؟ وزارة الأشغال يخرب بيتك شو؟ أنت ما بيشيلك لا سكلين ولا ما بتشيلك إلا وزارة الأشغال، لكن الجورة عندك هالقد بدرسك مش معقول سناني لولو لولو؟ يخرب بيتك وبيت اللولو بدك تصفيت من أول للآخر تفضل تسمع حوار الطرشان انت جوعان وعطشان هالبلد كله فراطة ونحنا رايحين سلاطة تقدر تتفرج على الحل بين سطور لا يمل قرب نسهر عنا حط بإجراك الشحاطة احنا تفرعنا عدنا البورد على البلاطة ما تقلي هلأ عندكم هي اسمها مشاي نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية سمعتك شو عم بتقول سمعتك صاير مسطول سمعتك كله معقول سمعتك